ننظر الآن إلى الوراء، ننظر الآن إلى الوراء أيها الإخوة والأخوات. هذه السنة عبر هذه السنة الحافلة بالأحداث نجد أنه كان غريبا، حقا بعد هذا الكلام، أن المعركة كانت، مفاجأة للعدو، ومفاجأة للصدي، للذين كانوا يتشككون أو يتوقعون الكرسي. بل لقد عرف، بعد ذلك، أن البنتاغون في أمريكا، سأل إسرائيل ثلاث مرات خلال الأسبوع السابق، للحرب عن معنى التحركات، العسكرية التي كانت ترصدها الأحمر الصناعي الأمريكي، وكانت إسرائيل، ترد في كل مرة، لا تعتقد بأنها أن المصريين، يمكن أن يحاولوا، أو يجرؤوا على عبور القناة. لماذا؟ لأن العالم كله، كان قد فقد فيما يقول العرب، ولم يعد مستعدا، لتصديق ما كانوا يعتبرونه مجرد وتهديدات، ولأن العالم، كان قد عاش أجيالا، طويلة، وهو يرى اتساع، المساف بين ما يقوله، العرب وبين ما يفعلون، ولن أستطرد هنا، في الحديث عن أسار حرب أكتوبر في مختلف الاتجاهات. لقد تحدثت عن هذا، أكتوبر المطروحة علي، والتي يهمني، جدا أن تقرؤوها بإمعان، ولكنني أقول، في هذا المجال، لو لم يكن لحرب أكتوبر المجيدة من أصل، إلا أنها جعلت، لأول مرة، يصدق ما نقول، ويأخذ مواقفنا المعلنة، مأخذ الجد، لكفانا هذا سببا، لما أنجزته حرب أكتوبر، وما قامت به، القوات المصرية والسورية الباسلة في تلك الملحمة المجيدة. كان القول السياسي المأثور يقول، هات القوة وتكلم، وتفاوض، وهذا ما فعلناه، بالضبط. وهذا، ما جعل الموقف، العربي كله مختلف. كنا نتكلم، وكنا نتفاوض بغير قوة أو بغير استعداد لاستخدام القوة، ولكننا اليوم، نتكلم ونتفاوض بعد أن أثبتنا، استعدادنا لاستخدام القوة ودفع ثمنها، وبعد أن أظهرنا، مصادر قوة متعددة، عسكرية، واقتصادية، ومعنوية. يا الإخوة والأخوات، إذا كان من حقنا أن نعتز ونفخر بما أنجزنا، فإن من واجبنا، أن نسأل أنفسنا بعد كل مرحلة، أين نقف، الآن؟ والرد ببساطة، هو أن أهم عنصر من عناصر الموقف، والعنصر الذي، يجب أن ننساه أبدا، حتى ونحن نتحدث عن التعمير والبناء والانفتاح، هذا العنصر، الذي لا يجب أن ننساه أبدا، وأن المعركة، لم تنتهي بعد. نجحنا في الحاق، أول هزيمة بإسرائيل في ساحة القتال، وتدمير نظريات، التي أقنعت بها العالم، عن متطلبات الأمن، الإسرائيلي. نجحنا في تحريك القضية، السياسية لأول مرة، بغير الكلام، وكان أكبر، وتغير، في الولايات، المتحدة ذاتها،
ذاتها من التجاهل المطلق للموقف العربي والاستهتار المطلق بالتهديدات العربية الى الإحساس بخطورة الموقف والسعي للمشاركة الجادة في محاولة الحل. أقف هنا قليلا عندما أسميه بتغيير الموقف الأمريكي مما لا يعجب بعض المتعصبين الجامدين. ما الذي غير موقف أمريكا بالضبط؟ الذي غير من موقف أمريكا هو المعركة ذاتها والنجاح الذي لم تكن تتوقعه أبدا لقوات فبعد أن قالت لها إسرائيل أنها ستقضي على قواتها في 48 ساعة عادت إسرائيل بعد أربعة أيام من القتال تستغيث وتطلب من أمريكا النجد. ببساطة أي أننا نحن الذين غيرنا بهذا كله موقف أمريكا وبالتالي فهذا هو أحد انتصاراتنا التي حققها العرب والتي يجب أن تكون مصدرا إلهام لهم وليس مصدرا تشكيك كما تحاول قلة أن تصور الأمور والواقع أنني لا أعرف كيف أصف هؤلاء الذين يتحدثون ويكتبون من منطلق واحد دائما والتشكيك في قدرة هذه الأمة والتقليل من انتصارات. حرب أكتوبر بكل ما غيرته من أوضاع ومفاهيم يشككون فيه. إن كان هذا سوء فهو مأساة وإن كان سوء نية فالمأساة أعظم. إن من يتجاهل أن أمريكا تضمن أمن إسرائيل وأن روسيا أيضا تضمن أمن إسرائيل وأن المجتمع الدولي كله حين لا يذهب إلى قرار مجلس الأمن يضمن أيضا أمن إسرائيل إن من يتجاهل هذا يدفن رأسه في الرمال ونحن من موقع المسؤولية التاريخية تجاه قضايا هذه الأمة لسنا مستعدين أن نريح رؤوسنا في الرمال ونحن لا نمضي في خطوات نضالنا على غير هدى ولا نكتفي بأن تكون خطوات مجرد رد فعل ونتحرك حركة مرسومة ولكنها دائما بعون الله إلى الأمام لقد كان أحد أسس صورتنا من يومها الأول ورفض الدخول في مناطق النفوذ واستقلال إرادتنا الوطنية وقد خضنا في سبيل هذا أعتى المعاهد ورفضنا العدول عن هذا المبدأ ونحن منهزمين أو معزولين وليس يعقل أن نقبل ونحن أقوياء منتصرون ما رفضنا ونحن منهزمون ولكنهم المراهقون السياسيون ولكنهم المراهقون السياسيون والذين لهم من أصوات عالية فإن قلوبهم ضعيفة لا زالت خائفة من تصديق عناصر القوة العربية الجديدة هؤلاء هم الذين لا يرون المتغيرات العربية والدولية ولا يرون أن من حق أمتهم أن تمارس في ثقة بالنفس ما تمارسه اليوم سائر الأمم كيسنجر في موسكو وبكين كويس لكن في القاهرة والجزائر خيان
وساطة كيسنجر في حرب فيتنام ومباحثاته مع فيتنام الشمالية انتصار لفيتنام وليس ضد الاتحاد السوفيتي لكن وسطته في الشرق ومباحثاته معنا هزيمة وعمل ضد الاتحاد السوفيتي مكتب للبنك الامريكي في موسكو يفتح مكتب كويس لكن مكتب لنفس لكن البنك مكتب لنفس البنك خطر علينا استخدام رؤوس الأموال الأمريكية واليابانية لإقامة مصانع في روسيا والاستثمار في سيبيريا كل ده مقبول لكن استخدام هذه الأموال لتعمير مدن القناة وإحياء الصحراء الغربية غير مقبول مراهقة مراهقة سياسية وصراخ أقل ما يقال عنه أنه يخفي عدم الثقة بالنفس من الذين يحاولون أن يقيدوا حركتنا بهذا السياح غير المسؤول لن ينجحوا في ذلك. والحكم الصحيح على صياحهم هذا هو أنهم يحاولون إجهاض انتصارات الأمة العربية والعودة بالقضية التي حركناها بالدم العودة بها إلى التجمع وهذا هو ما تريده إسرائيل وتعقد عليه في الخلاص من الذي وجدت نفسها فيه بعد حرب أكتوبر وأعود فأقول ما قلته مرارا ما المعركة لم تنتهي بعد وإننا وقد سمينا حرب أكتوبر الشرارة أي أنها البداية وأن العبور وفك الاشتباك مرحلة سوف تتلوها مراحل أخطر وأن قوتنا العسكرية القتالية اليوم أكبر وأعظم وأن صراعنا صراع الأجيال العسكرية والحضارية وأن جيلنا يقوم بتخليص أمتنا من نار الهزيمة وفتح أبواب التقدم والانطلاق أمامها وتسليم الأمانة إلى الأجيال المقبلة في صورة وطن قادر على النصر عامر بالثقة بالنفس مؤهل لمواجهة التحديات المقبلة أيها الإخوة والأخوات في كل موقع إن المستقبل مفتوح أمامكم ولن يكون إلا بعقولكم وأيديكم وتضحياتكم إن إخوتكم وأبناءكم الذين استشهدوا وهم يعبرون كانوا يعرفون أنهم لا يعبرون مجرد حاجز مائي ولا يدكون معاقل للعدو ولكنهم كانوا يعبرون ببلادهم وأمتهم إلى أمل جديد وحياة جديدة.